طيب ضيفنا اليوم حمد المهان. تفضل يا حمد. تفضل معي المشرع يا حمد. لا لا مقلب صح؟ تعال. مقلب. تعال. مقلب. لا لا. مقلب وحمي. تعال. هلا هلا. تفضل معي. ويلك يوم تسوي مقلب والله. ما شاء الله. الله يحييك. كيف الحال؟ شو العلوم؟ تفضل طال عمرك. حمد اليوم غيرنا الآلية. غيرنا بعض الترتيبات بس اليوم عشان بس موضوع حمد واتوقع اليوم انها حلقه ان شاء الله انها استثنائيه. اول شيء حمد راح مع فؤاد توقع بيشه اعطوكم القناه الاداره الله يعطيهم العافيه 3 ايام ولا راح حمد صوب اهله سواء في الكويت او قطر اتوقع. اليوم يا حمد انا جايب لك 10 اسئله حلو اغلبها عامه اغلبها يمكن تعرفها. الأسئلة طال عمرك تجاوب 8 أسئلة وفوق بنعطيك الشيء اللي احنا كاتبينه هنا وموجود وانت تستاهله ان شاء الله. في حال انك ما جاوبت اتمنى انك تعذرنا وما جاوبت الأسئلة وكذا ولا كذا راح اذكر الشيء الموجود معنا تمام؟ الشيء الموجود شنو بالضبط؟ اذا جاوبت ان شاء الله او ما جاوبت بقولها. تمام يا حمد؟ تمام جاهز؟ الأسئلة ترى راح تكون عامة. أول شيء اللوكيشن اختلف الفقرة الأسئلة اختلفت الأجوبة حقت الأسئلة كذلك اختلفت. حطينا جاوب فوق 8 أسئلة راح يعني نعطيه المكافأة الموجودة هنا. مضبوط؟ واضح الكلام؟ واضح. يا الفرق توفيق يا حمد. بادر والله احس مقلب للحين. أيوة. لا 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 والله لا ما مقلب. طيب اسمع تبي نبدا في الـ5 الأسئلة العامه ولا الثانيه؟ كيف اللي تامر. طيب نبدا في السؤال الاول. ما هي النسخه التي امتدت من 5 شهور الى 7 شهور؟ نسخه يعني؟ ايه شلون صيغه السؤال ما فهمت يعني؟ احد النسخ الموجوده في قناه الواقع امتدت من 5 شهور الى 7 شهور تقريبا. طبعا عندك 15 ثانية ما فيها خيارات؟ لا كذلك بعد اختلفنا في الأسئلة ما فيها خيارات ما فيها هاشتاج ما في شيء 5 خيارات سعادة صديق لا ما فيها بقى 10 ثواني ترى يا حمد. قديمة ولا جديدة؟ ما أدري. من 5 شهور إلى 7 شهور أنا بقول بزنس 3. بزنس 3؟ هو أحس أنه شيء قديم ما أدري. طيب يا أنا ريد سيركل ولا عابر؟ تعمد عمد جوابك؟ يلا وشو؟ اللي قلته كله اللي قلته واحد منها واحد منها. اسمك شغل يا حاتم عابر؟ عابر؟ نعم تعمد اجابته عابر. لا عابر يا سوق واحدة منها واحدة منها عابر سوق يلا ها السوق؟ طيب تعتمدها نعتمدها. طيب اعتمد إجابة حمد للسؤال الأول بننتقل للسؤال الثاني. أوكي. من هو صاحب المركز الأول في نسخة بزنس 3؟ بزنس 3 محمد ملحم. محمد ملحم. طيب تعمد الإجابة هذه؟ نعم. تمام عمد إجابة حمد المهان للسؤال الثاني. ننتقل للسؤال التالي. يوجد مقدم في أحد فقرات مراجل كان نجم سابق في البزنس 1 فمن هو؟ بزنس 1 مقدم الحين؟ ايه مسفر ميثا. طيب تعمد الاجابه هذه؟ عمد اجابه حمد للسؤال الثالث. ننتقل للسؤال الرابع. اليوم وصلنا لمراجل كم؟ اليوم 44. 44 تعمد الاجابه؟ تعمد. طيب عمد اجابه حمد للسؤال الرابع. ننتقل للسؤال التالي. من هو صاحب المركز الثاني بنجم الجمهور النسخة الأخيرة؟ اللي هي بزنس 3. إيه. المركز الثاني. إيه. راجع الهشال. طيب. طيب. حلو. ما توقعت الجواب. جواب كله منك يا حاتم. الكابتن. طيب. أنت تقول السؤال الأخير اللي فيه ما في خيارات طبعًا. المتسابق ريان الشاهري كم برايم طلع فيه؟
برايم؟ ايه ثلاث برايمات. ترى معك 15. ثلاث برايمات. هذا برايمات. تعمد اجابه؟ تعمد. طيب عمد اجابه حمد. ننتقل الخمس الاسئله الاخيره اللي فيها خيارات. حلو. حلو. من هو الشاعر الذي تسببت واحده من قصائده في مقتله؟ الخيارات ابو تمام، ابو الطيب المتنبي، غصان كنفاني. ابو طالب المتنبي. ابو طالب المتنبي. طيب متى يكون الانسان في احواله للحديث بصدق وصراحه تامه؟ في حال الراحه الجسديه، في حال التعب الجسدي والانهاك، في حال النوم الخفيف. اللي هو شنو السؤال؟ متى يكون الانسان في الاحوال للحديث بصدق وصراحه تامه؟ يعني لما اتكلم بصراحه. إيه بصراحه ومرتاح. في حال الراحه الجسديه، في حال التعب الجسدي والانهاك، في حالة النوم الخفيف. تعب. تعب. تعمد إجابة؟ أعتمد. طيب حاتم ليش السؤالين الأخيرة بدون خيارات؟ حلو بس ثلاث أسئلة خيارات. حلو قصرت يا حاتم. طيب كم كان الفارق العمري بين سن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه وسن السيدة خديجة عندما تزوج منها؟ الخيارات 25 سنة، 15 سنة، 10 سنين. الفرق اللي بينهم يعني؟ ايه الفرق اللي بينهم. الخيارات؟ ها؟ الخيارات؟ 10 ثواني ترى، عيد؟ عيد. 25، 15، 10. 15. تعمد الإجابة؟ اعتمد. حلو. وصلنا للسؤال الأخير اللي فيه خيارات، بعدها سؤالين بدون خيار. حلو تمام. زين؟ كم عدد السجدات الموجودة بالقرآن الكريم؟ 5، 10، 15. خمس. معك 15 ثانية يا حمد. 15 كم؟ 15. 10. تعمد الإجابة؟ اعتمد. طيب عمد إجابة حمد. طبعا هنا سؤال، ولكن أنت تعرف إجابة حاتم صح؟ سؤالي الأخير مضبوط. كم عدد صمامات القلب؟ صمامات القلب؟ إيه ما لها خيارات؟ حاتم اللي بنحط له خيارات. مرة؟ ما يجي والله فيها خيارات. زين اتصال على الصديق شيء يعني. اتصال على الصديق. 10 ثواني يا حمد. ثلاث؟ القلب. شفت القلب الحين اللي لما يكون فيه شفت ترى تناظر برا الشباب ترى لن استوعب السؤال كامل. لن استوعب ترى. القلب لما يكون فيه الصمامات اللي تكون وين دكتور شرع سؤال هنا يكون ثلاثة. خمس ثواني. ثلاثة. طيب عمد الإجابة اللي ما قبل الأخيرة اللي هو قال ثلاث عدد صمامات القلب. طيب ما هو لقب أنثى الضفدع؟ أنثى الضفدع؟ إيه طيب هذه فيها خيارات صدق والله يعني. طيب نقدر نحطه في السؤال الأخير خيارات؟ لا مرة حاتم يقول حطينا كل خيارات خمسة شيء. ضفدعة. لا الضفدعة؟ ضفدعة؟ والله شو أسوي ما أعطوني خيارات. طيب لها أنت الوقت أو أن تغير السؤال يكون أفضل. أنت الوقت حق راح أراجع نقاط وأرجع لك بس قبل خل بس أسحب بس نقاط للشباب. طيب 100 النقطة الأولى لعلي مناحي. زيادة بن شري. فؤاد بن عبد الله. كم نقطة عندنا اليوم؟ 500 يعني باقي 200. طيب إلى مشرف الشمري. محسن الشبيعي. طيب 100 نقطة لكل الشباب اللي ذكرناهم.
طيب صححت الأسئلة والأجوبة اللي قالها؟ طيب ننتظر. طيب أعلن المكافأة اللي كنا بنعطيها اليوم. طيب المعد معي يشوف الأجوبة اللي جاوبها زميلكم حمد المهان. طبعا المكافأة كانت خروج 48 ساعة. حلو، في حال انه جاوب 8 أجوبة وفوق راح نخلي حمد يطلع ان شاء الله اذا يبي اليوم او بكرة. حلو، 48 ساعة. سم لا طبعا يطلع. شوف ترى حنا قدرنا وضع حمد انه ما راح صوب اهله، فقلنا نعطيه 48 ساعة ان شاء الله نبيله صوب اهله ويسلم عليهم ويعايدهم ويرجع. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، هو يستاهل، ولكن نقول ان شاء الله الاجابه انها صحيحه. نقول ان شاء الله. هاي حاتم زين، ليش ما قلت على اساس اركز اكثر؟ انا قاعد اقولها سريع، ما كنت اعرف الا 10. يا الله، ادعو يا الربع، ادعو. اتصادق؟ ادعو لي يا الربع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اي والله صبر. طيب غطيها منك يا حاتم. ايه وش نقول؟ طيب هو كان في غلط بس من المعد انه زود الاسئله، ولكن طلعت جواب حمد يعني